يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة مهمة من برنامج الترند. أولى حلقات الأسبوع دايماً بتبقى مليئة بالعديد والعديد من الأخبار والكواليس المتنوعة على مختلف الأصعدة، سواء عالمياً محلياً، وقبل كل ده طبعاً اللي يخصنا ويهمنا جداً جداً آخر أخبار وتفاصيل النادي الأهلي على مدار فقرات مختلفة من حلقة اليوم كالعادة. فبالتالي عندنا كلام كتير جداً جداً هنقوله في ظل حالة النشوة والفرحة اللي بيتمتع بيها جمهور النادي الأهلي طبعاً في كل مكان بعد الفوز في مباراة السوبر الأخيرة يوم الأربعاء الماضي على فريق الرجاء المغربي. فوز كان ممتع جداً ومهم قوي قوي، بطولة غاية في الأهمية، بطولة قارية كنا منتظرينها بكل تأكيد بسيناريو صعب قوي، لكن في نفس الوقت فرحنا قوي 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 يعني. فبالتالي عندنا كلام ايضا عن هذه المباراه بخلاف اخر استعدادات النادي الاهلي كمان للاهم بقى، لان خلاص اللي عدى عدى واللي فات فات وكسبنا خلاص بطوله، لكن ثقافه الاهلي وجماهيره دايما هو التركيز في ما هو قادم، والاهم دايما هو اللي جاي. اللي جاي ايه؟ مباراه فيوتشر بكره باذن الله في بطوله الدوري، هذه المباراه الصعبه والهامه جدا جدا جدا. عندنا ايضا تفاصيل كتير بخصوص هذا الاستعداد لهذه المباراه، فتابعونا لحظه بلحظه كما هو المعتاد. لكن النهارده احنا مش عاملين سؤال الحلقه، احنا عاملين رساله من حضراتكم لو حابين توجهوها لينا من خلال صفحات قناه الاهلي على السوشيال ميديا، والرساله تكون عن طريق الفيديو بالصوت والصوره. عايز تبعت لنا وانت بتفرح او وانت في مكان كنت بتفرحوا فيه بفوز النادي الاهلي بالسوبر، او عايز تبعت سؤال، عايز تبعت رساله للنادي الاهلي، ابعتها لنا وهنعرضها في الجزء الاخير من حلقه النهارده. والفقره دي بالنسبه لي دايما بتبقى مهمه، كنا عملناها في برامج اخرى قبل كده، لكن ان شاء الله قريب هنحاول نخصص فقره لجماهير النادي الاهلي يعني بناء على طلب الجماهير دائما يعني. فمنتظرين تفاعل حضراتكم معانا من خلال صفحات القناه على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وانستجرام. لكن خلينا نشوف اهم وابرز العناوين، يلا بينا. في ترند الاهلي، الفريق يختتم تدريباته استعدادا لمباراه فيوتشر بالتوفيق. موسيماني يعلن قائمه الفريق ومعسكر مغلق الليله. اما في الترند العالمي، ماني صلاح افضل لاعب في العالم حاليا. طيب ماتشات اليوم، اهم المباريات في الحقيقه في بطوله الدوري، هي المباريات كلها مهمه ومثيره، لان الدوري بصراحه السنه دي حلو قوي قوي يعني وممتع، وبنشوف كل الماتشات بشغف كبير، لان بصراحه الكوره السنه دي في الدوري المصري مختلفه من الجانب الفني والبدني كمان، فالكل مبسوط في الحقيقه بالدوري المصري. فهو النهارده يعني الدوري المصري اللي فيه مباريات مهمه، فخلينا نقول المباريات دي ايه. انبي مع بيراميدز، مباراه انتهت منذ لحظات قليله جدا جدا، ابتدت الساعه 3، انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. كان تقدم لبيراميدز محمود وادي في الشوط الاول في الدقيقه 42 تحديدا، وتعادل انبي عن طريق ابراهيم يحيى بخطا قاتل من شريف اكرامي عشان يهدي بيراميدز نقطه يعني مهمه في مشواره في بطوله الدوري. كانت مباراه حلوه بالمناسبه. الساعه 5:30 سموحه هيلعب مع طلائع الجيش، والساعة 8 بالليل مباراة قوية ما بين الزمالك وغزل المحلة، اللي في الحقيقة محلة بيقدموا موسم جيد حتى الآن، والمباريات دايما بتاعتهم بتبقى صعبة جدا. دي أهم وأبرز المباريات بالتحديد في الدوري المصري النهاردة. طيب هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل بقى كل الكلام وكل الكواليس والتفاصيل الخاصة بالأهلي وبعض الملفات المحلية والعالمية كمان هنتكلم فيها بشكل أكبر بكتير، فاستنونا بعد الفاصل، يلا بينا. من يوم ما الاهلي خسر من صن داونز 5، واحنا من الناس يعني بنعترف بالخساره لما بنخسر نتيجه كبيره او حاجه، من عادي خسرنا 5 يعني، نتيجه كبيره وكان يوم مؤلم بالنسبه لكل الاهلاويه، لكن الاعتراف هو بدايه الاصلاح وبدايه تحقيق الالقاب وبدايه الانجازات او استكمالا لانجازات كتير جدا في تاريخ النادي الاهلي كانت قبل كده. فمن يوم ما خسرنا من صن داونز 5 ومفيش لقب قاري افريقي الاهلي خسره، ما شاء الله لا قوه الا بالله. دوري ابطال افريقيا الموسم اللي بعديه، يعني الموسم اللي خسرنا فيه 5 ده الترجي خد البطوله على ما اتذكر يعني. اللي بعديه على طول انت بطل دوري ابطال افريقيا. لعبت السوبر خدت السوبر الافريقي. لعبت دوري ابطال افريقيا خدت دوري ابطال افريقيا. لعبت السوبر خدت السوبر الافريقي. فمن ساعتها اليوم ده والاهلي اي بطوله في افريقيا ما بيهزرش. فعلا رجاله الاهلي اتقرصوا في اليوم ده. حسوا بالحزن الكبير جدا جدا
عند جمهور النادي الاهلي، ووعدوا واوفوا، مش بس كلعيبه او كاجهزه فنيه مختلفه، لا كمنظومه بالكامل، منظومه النادي الاهلي بصراحه يعني. فالف مليون مبروك طبعا. يعني احنا عدى خلاص 3 4 ايام على المباراه، لكن دي اول حلقه للترند من ساعه مباراه يوم الاربعاء امام الرجاء، فلازم نبارك لبعض. ومن عادات وتقاليد النادي الاهلي وجماهيره دايما ان خلاص الماضي اصبح في الماضي، الفوز بقى خلاص كسبت، او حتى لو لا قدر الله خسرت في اي مباراه، الاهم دايما انك بتفكر في اللي جاي، بتركز في اللي جاي، وده سر تفوق الاهلي الدائم وسر انجازات الاهلي الدائمه. فبصراحه الواحد مبسوط وفرحان كالعاده على مدار فترات كتير جدا جدا في حياته وهو بيشجع النادي الاهلي. ومش بنبالغ لما بنقول يا بخت جمهور النادي الاهلي بناديهم، يا بختنا بصراحه. احنا بصراحه احنا كاهلاويه محظوظين. محظوظين بايه؟ باننا بنشجع الكيان ده، بنشجع المؤسسة المحترمة دي، زي ما المؤسسة دي محظوظة بجمهور الأهلي وبعقليته وثقافته ووعيه. الجمهور والمنظومة بيكملوا بعض، وبيبقى الناتج إيه؟ بطولات وألقاب وفرحة كبيرة. الميزة في المباريات دايما اللي بتفرحنا قوي، إحنا لما بنكسب بنفرح، بس بنفرح قوي قوي لما الفوز يكون جاي بصعوبة جامدة جدا. وعندك أمثلة كتير على مدار تاريخ النادي الأهلي، يعني أبرز هذه الأمثلة ماتش الصفاقسي جون أبو تريكة، ماتش يعني بقول الحاجات الابرز لان في حاجات كتير جدا جدا، ماتش القاضيه ممكن جون قفشه، ماتش السوبر جون طاهر، ماتش الكونفدراليه جون عماد متعب. الفرحه بتبقى قويه لان الاهداف بتيجي في اللحظات الاخيره، وهي دي ميزه برضو النادي الاهلي. احنا ما بنفقدش الامل يا جماعه، الاهلي ما بيفقدش الامل، الاهلي بيلعب لاخر دقيقه حتى لو انت وحش قوي ومش في يومك. بصراحه يوم الاربعاء ده ما كانش يومنا خالص كاهلاويه، الماتش مع عقرب، إصابة السولية، اللعيبة الكرة مش عايز تمشي معاها في الملعب، بضغوط كبيرة، بجانب نفسي كان متأثر بيه 9 من اللعيبة الدوليين، 7 مع منتخب مصر وواحد مع تونس وواحد مع المغرب، بإحباط نسبي كان موجود عندهم، بمعادلة صعبة أنت كجهاز فني وإداري كان لازم تتعامل معاها، وكمجلس إدارة أو بالتحديد كابتن محمود الخطيب المشرف العام على الكرة، إزاي تهيئ اللاعبين نفسيا لمباراة السوبر. الأجواء كلها والظروف كلها كانت ضدك بصراحة، لكن الأفضل والاحسن انك ازاي في كل هذه الاجواء وفي ظل هذه الاجواء انك تحقق بطوله صعبه ومهمه زي دي. فحاجه جميله ومبسوطين بيها، ومش اخر بطوله، لسه عندنا بطولات كتير، والمشوار الجاي هو الاهم في موسم مليء بالعديد والعديد من المسابقات المهمه. انا عايز اعلق على كام صوره سريعا عشان نقفل ملف السوبر، لان خلاص احنا دايما عايزين نفكر في اللي جاي، مباراه فيوتشر صعبه جدا. لكن جمهور النادي الاهلي هو الاساس في كل شيء، وهو اساس انجازات النادي. شفنا جمهور الاهلي ازاي كان موجود في استاد احمد بن علي هناك في قطر، والملعب مليء بجماهير النادي الاهلي اللي دايما بيبقوا موجودين ورا الفرقه في كل مكان، وازاي الجمهور ده قدر ان هو يساند فريقه لحد اخر لحظه. بصوا بقى حضراتكم الجمهور ده مين هو. الجمهور ده شاب، شيخ، طفل، سيده، انسه، كل فئات الجماهير، كل فئات الجماهير الموجوده، هم دول جماهير النادي. شوف الفرحه على وجوههم ازاي، شوف الاطفال دي لما بيشوفوا انجازات الاهلي هم صغيرين بيتربوا عليها ازاي، بيكسبوا وبيشربوا ثقافه الاهلي ازاي. شوف السيدات المحترمات وهم في خلفيه، في خلفيه الصوره هم بيفرحوا مع طاهر، محمد طاهر واحمد عبد القادر والناس، الناس اللي موجوده في وبيرسي تاو طبعا، والناس اللي موجوده في الملعب. هو ده الشكل الجميل، هو ده دور الجمهور المؤثر اللي مش هتلاقيه غير في الاهلي. مش هتلاقي الجمهور ده غير من جمهور النادي الاهلي. اللقطات دي مش هتلاقوها غير من لقطات النادي الاهلي. بص فرحه الاطفال، حبوا الاهلي امتى دول؟ احنا فعلا بنتولد بنحب النادي ده يا جماعه، احنا بنتولد بنحب الكيان ده يا جماعه. فالواحد بيفرح. انا نفسي جدا جدا ان احنا قريب قوي 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 باذن الله واحد احد، في ظل التنميه اللي بتحصل في بلدنا الجميله مصر، وفي ظل التطور اللي بيحصل على مختلف الاصعده، ان شاء الله قريبا جدا الجمهور يرجع بكامل العدد في المدرجات، ان شاء الله نشوف المظهر ده في المدرجات من خلال العائلات المصريه المختلفه الموجوده بمختلف فئات المجتمع، مختلف اعمارهم، كله يبقى موجود ويساند فريقه ايا كان مين فريقه هو، لكن دايما جمهور النادي الاهلي غير. انا عايز استشهد في الحقيقه بالكابتن حسام الحاج علي نجم المنتخب التونسي السابق يعني، واللي كان في احدى الاذاعات بالتحديد اذاعه اي اف ام التونسيه بعد مباراه الاهلي والرجاء وفوز الاهلي بالسوبر، كان ليه كلام يعني خلى الواحد جسمه يقشعر، وهو كلام حقيقي عن النادي الاهلي، وهو بيقول لك ليه الاهلي دايما بيكسب كده، ليه الاهلي دايما هو اللي بياخد الالقاب. تعالوا نشوف الراجل ده قال ايه ونرجع نعلق على كلامه. يلا
ديما تتعاود حسام الحاج عليم على الاهلي المصري انه مثلا في الشامبيونز ليج تلقاها من الاول فريق ماهوش شادد روحه بالكدا. في الدوري التمهيدي فوالا في الدوري التمهيدي قديش من مره يلقى صعوبات ويتاهل بركلات الجزاء ونقولوا الاهلي سنه حكيته فارغ غزر ترشح بيناتيات في الاخر يهز التيتر. شنو تفسيرك لي؟ كما قلت انت تقاليد في اللجان نتاعهم. انا معناها بالتجربه نتاعي معناها عشرت معناها بوتريكا والجمعه معناها نحكيو ديما نحكيو على الموضوع. شنو يقولوا لك؟ شنو يقولوا؟ يقول لك شوف يقول لك ملي تدخل ريتك مثلا ديما ما نحبش المقارنات اما بارفوا انت في الكوريزم تقارن كيما تقول ريال مدريد في اوروبا. كي تدخل انت للنادي ما ثماش معناها ما عندكش فكره اخرى اللي انت لازم تكون بطل افريقيا، تكون بطل السوبر، بطل القارات، تمشي كاس العالم، معناها هذيك حاجة مسلمة. نهار اللي ما تصيرش معناها كارثة في النادي، كارثة. تصير اونكيت وتتحل وشنو اللي صار. احنا في البلدان العربية تحصل كارثة لما الأهلي بيخسر، رغم ان لازم يكون في تقبل لثقافة الخسارة والهزيمة او الفوز والهزيمة عفوا، لكن في نفس الوقت العنصر الاساسي جدا اللي بيخلي الاهلي دايما بيلعب على الفوز وبيخلي عدد القابه هائل هو ان دايما عقليه جمهور الاهلي احنا لا عايزين نكسب. لما بنخسر كارثه زي ما هو بيقول. وبعدين هو قال جزئيه مهمه قوي، والكلام اللي هو بيقوله ده احنا كلنا مدركينه كاهلاويه وكلنا عارفينه كويس جدا جدا، مش اهلاويه بس، كل الجماهير في المصريه يعني في الحقيقه عارفين ايه اللي بيخلي الاهلي مختلف عن غيره. قال لك الاهلي عقليته وتقاليده زي ريال مدريد، فريق ما بيقبلش غير بالالقاب، فريق شايف نفسه اجمد حاجه في الدنيا، احنا شايفين ان احنا اجمد فريق في الكون، احنا كده النادي الاهلي كده، واحنا فعلا بننافس ريال مدريد. احنا فرق ما بيننا وما بينهم دلوقتي ايه؟ بطولتين. من حيث الانديه الاكثر تتويجا بالالقاب القاريه هم 26 لما خدوا ثلاثه تشامبيونز ليج ورا بعض، وبتكلم عليهم هم وانا بشجعهم بالمناسبه يعني، بحب ريال مدريد لكن بالنسبه لي الاهلي الاول يعني قبل اي شيء او قبل اي نادي في الدنيا يعني. ف 26 واحنا 24 بالسوبر الاخير ده، باذن الله واحد احد نقدر نحقق اللقب الثالث على التوالي دوري ابطال افريقيا وتحقق السوبر تتعادل معاهم. احنا مش بس عايزين نتعادل معاهم، احنا عايزين نتخطاهم. هو ده طموح النادي الاهلي. وليه لا؟ ما نحلمش بكاس العالم للانديه، والله بنحلم بيه. والله بنحلم بيه كاهلاويه وكمنظومه وكاداره وكجماهير. مش مستصعبين الموضوع، عندنا امكانيات والادوات، شويه جهد وشويه عرق ومحاولة الوصول للليفل العالي ده هنفضل نحاول فيه، هنفضل مش هنيأس لغاية لما نحاول نجيب البطولة دي في يوم من الأيام، عشان تبقى بقى قفلت اللعبة خالص بقى، تبقى خلصت بقى كل حاجة يعني. فعندنا ثقة كبيرة جدا إن حلم من الأحلام دي ممكن يتحقق، وإن احنا على الأقل تقدير نوصل المباراة النهائية. ليه لا ما يكونش في البطولة اللي جاية دي رغم الظروف اللي أنتم عارفينها هنتكلم فيها في تفاصيل لاحقا. ده فيما يتعلق بمباراة السوبر الأفريقي والفوز، وألف ألف مليون مبروك لكل جماهير النادي الأهلي. اللي جاي هو الأهم هنتكلم بعد فاصل، استنى يلا بينا. اهلاوي انا والفخر ليا، انا نادي القرن في القاره وانا ليا، واعيش واموت وافضل عشانه، وهو فوق دايما مكانه. لا 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 اهلا بحضراتكم من جديد. اللي جاي ايه بالنسبه للاهلي؟ مباراه فيوتشر، وهي اخر مباريات النادي الاهلي في بطوله الدوري. وبالمناسبه يعني شيء بالشيء يذكر، لان في ناس كتير دايما بتحاول ان هي ايه تحط الاهلي في مكان مش مكانه او بصوره مش حقيقيه عن النادي الاهلي. الكل يقول لك مثلا اصل الاهلي عايز ياجل مباراه بيراميدز. طب اديني عقلك يعني باماره ايه عايزين ناجل مباراه بيراميدز؟ طبعا فريق بيراميدز فريق كبير وفريق كويس وعنده امكانيات ولاعيبه ممتازه ومدير فني ممتاز بصراحه يعني، تمام. لكن احنا معنويا ما شاء الله يعني كسبانين السوبر، احنا الاول في الدوري، احنا عندنا فرقه اجمد فرقه في افريقيا، مش ببالغ ده حقيقه يعني. فبأماره ايه هنبقى هنطلب ان احنا ناجل؟ بس عشان الناس تفهم يعني، عشان ممكن البعض يصدق الاقاويل اللي زي دي. انت يوم 27 الشهر ده اللي هو بعد بكره هو بدايه الاجنده الدوليه. انت كنادي اهلي جالك استدعائين حتى الان لأليو ديانج منتخب مالي عشان يستعد لبطوله الامم الافريقيه اللي هتقام في يوم 9 يناير هتبتدي، وعلي معلول مع منتخب التونسي، فهم مش هيكونوا معاك.
وبالمناسبه بيراميدز برده ما طلبش تاجيل. بيراميدز مثلا جاله استدعاء من بوركينا لإريك تراوري احد اهم لاعبيه، وده كان قرار من لجنه المسابقات او من الرابطه تحديدا، يعني ان لو في بطوله امم افريقيا هتتلعب فالدوري هيتاجل، لان هيبقى في اجنده دوليه احنا ملتزمين بيها، لازم اللعيبه دي نسلمها لمنتخبات بلادها يعني طبقا لايه للوائح الفيفا او الاتحاد الدولي يعني. فعشان ما حدش يحاول يضحك على حد يعني، او حدش يحاول يظهر الاهلي في صوره ان هو اللي طالب التاكيد، لا طبعا احنا نقابل اي حد، احنا ما لناش حد خالص، احنا نلعب اي حد في الدنيا. فدي جزئيه، دي جزئيه مهمه جدا. الاهلي بقى انا مش عارف هيرجع يلعب في الدوري امتى، ليه بقى؟ انت عندك ماتش فيوتشر بكره، هتلعب بكره مع فيوتشر، وبعد كده عندك بطوله الامم الافريقيه لعيبه في المعسكر، مفيش دوري خالص بالنسبه للنادي الاهلي. بعد ما تخلص امم افريقيا عندك كاس العالم للانديه، بعد كاس العالم للانديه عندك ايه؟ عندك دوري ابطال افريقيا. فانا بصراحه مش عارف الاهلي هيرجع يلعب امتى في افريقيا يعني، او في الدوري تحديدا يعني. هيتخلل طبعا الفتره دي، هيتخللها كاس الرابطه لما تتعمل القرعه يوم الاثنين وكلام من ده، وهتلعب بعض المباريات في كاس الرابطه. يا رب نكون اول فريق يحقق البطوله دي، رغم المراحل النهائيه فيها مش هتكون في فتره بطوله الامم الافريقيه يعني، هيتم ترحيلها يعني. فهنستنى هنشوف ايه اللي هيحصل بالنسبه لمواعيد الاهلي في الدوري، لكن الاهم ان احنا نركز على مباراه بكره. والاهلي بيواصل استعداداته من خلال مران اخير النهارده تحديدا، بيستعد من خلاله الفريق لهذه المباراه الهامه جدا جدا بكره باذن الله تعالى على استاد الاهلي والسلام، امام فريق محترم بجهاز فني جيد وعناصر مميزه جدا، هو فريق فيوتشر. اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي لقطات من مران الاهلي اليوم، لكن احنا عايزين نطمن بشكل اكبر على كل كواليس المران وكل استعدادات النادي الاهلي للمباراه الهامه جدا بكره امام فيوتشر. عشان كده خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي من استاد مختار التتش عشان يطمننا بشكل اكبر. يا فاروق اهلا بيك. طبعا كل التحيه للزميل العزيز زمير هشام، كل التحيه ليك يا امير، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. بقالنا كتير يا امير ما طلعناش مع بعض في الترند، لكن ان شاء الله يبقى يعني تبقى بدايه خير ان شاء الله للفتره القادمه كمان للنادي الاهلي. انا برضو امير مش عايز ازيد على الكلام اللي انت تطرقت ليه، لان في نقطه في غايه الاهميه في يعني في الكلام اللي انت قلته امير الخاصه بمباراه بيراميدز، يعني كان ليها حديث مع افراد الجهاز الفني للنادي الاهلي. بالفعل يا امير النادي الاهلي لم يطلب تاجيل مباراه بيراميدز، بالعكس الكابتن سيد مستر بيتسو سمادي قال كنا بنتمنى ان احنا نواجه فريق بيراميدز في هذا التوقيت، لم نطلب تاجيل للمباراه. فريق كان يعني كان مقسم يا امير لقاءين، لقاء فيوتشر ولقاء بيراميدز، ان هم اللقاءين اختم بيهم الدوري والثمان لقاءات قبل انطلاق طبعا انتهى هذه المرحلة. أيضا برضو أمير قبل ما أكلمك على مباراة فيوتشر خليني برضو أقول لك من النقاط المهمة جدا، إن النادي الأهلي خلاص يعني النادي الأهلي كل المسؤولين في النادي الأهلي والجهاز الفني والإداري بدأ التحضيرات خلاص، اللي يعني أنت عارف بقى الأمور الرسمية الخاصة بكأس العالم للأندية في أبو ظبي بإذن الله. النادي الأهلي بدأ التحضيرات الرسمية الخاصة بهذا الأمر. اتكلم بقى امير انا موجود معاك بقى لو عايز تتكلم على الاستعدادات الخاصه بمباراه فيوتشر باذن الله. طبعا عايزين نطمن من خلالك فاروق، انت منورنا النهارده في الترند من فتره كبيره يعني ما كنتش معانا، فعايز اطمن من خلالك انت من الناس اللي بتقول كواليس كتير وبتجتهد بشكل كبير جدا، فقول لي ايه اخر الكواليس عندك بخصوص الاستعدادات وجاهزيه الفريق لمباراه الغد، والفصل كمان ما بين الفوز بالسوبر مباراه كانت صعبه جدا ومهمه، وما بين طبعا مباراه اهم دلوقتي بما انها هي المقبله قدامنا دلوقتي هي مباراه فيوتشر في الدوري. بالفعل يا امير خليني اقول لك بقى ان النادي الاهلي مع العوده من كاس السوبر الافريقي والتتويج بالبطوله كاس السوبر رقم 8 في تاريخ النادي الاهلي، كلنا فرحنا بالانتصار طبعا والفوز بكاس السوبر الافريقي. مستر بيتسو موسيماني كدى للاعبين راحه عقب العوده، ثم استأنف المران بالامس، كان يعني ادى ايضا راحه للاعبين الدوليين لمزيد من الراحه. ومن النقاط المهمه امير ان يعني معظم اللاعبين الدوليين اللي شاركوا مع المنتخب المصري او منتخب تونس لسه برضه موضوع الاجهاد يا امير باين على اللاعبين، يعني في الوقت اللي بكلمك فيه جلسات استشفائيه بتتم لايمن اشرف لعلي معلول، باين واضح الاجهاد طبعا على اللاعبين. لكن مستر بيتسو موسيماني النهارده تقدر تقول اول مره النادي الاهلي عقب العوده يبقى التدريب كامل، يعني في كل اللاعبين يعني باستثناء ايمن اشرف وعلي معلول اللي بيجروا الجلسات الاستشفائيه. مستر بيتسو موسيماني عقد محاضره فنيه مع اللاعبين لمده اكثر من 45 دقيقه، طبعا اتكلم على مباراه الرجاء والايجابيات والسلبيات والف رحنا بالبطوله، لكن طبعا حاله اللي كان في يعني توتر شويه عند اللاعبين واستعجال للفوز، قال دي احنا داخلين على معترك افريقي عندنا كاس العالم للانديه، طموحاتنا مش المشاركه في كاس العالم للانديه فقط، لا طموحنا ان شاء الله ان احنا ننافس على البطوله، وده حلم من احلامي وحلم كبير ليكم كلاعبين لجمهور النادي الاهلي. ثم انطلق المران شق بدني خفيف مع كابيلو مخطط الاحمال،
ثم مستر بيتسو موسيماني والوحده التدريبيه الخاصه باللاعبين. انت عارف الوقت قصير جدا يا امير، بيشتغل على جمل فنيه، امور بتبقى في اضيق الحدود. مستر بيتسو موسيماني طبعا اشتغل على بيحاول يشتغل على الكرات الثابته، وقال احنا بقى لنا فتره مش قادرين نستغل هذا الامر، فرد لها مساحه يعني طويله جدا النهارده امير، الكرات الثابته الركلات الركنيه الامور دي كلها مستر بيتسو موسيماني بيحاول ان هو ينوع ويشتغل في هذا الامر. من الامور المهمه جدا النهارده المران بيشهد لاول مره عوده صلاح محسن من الاصابه. النهارده صلاح محسن بيشارك في المران بصوره كامله، ادى المران بالكامل مستر بيتسو موسيماني بعض التعليمات اللي بيديها لعناصر الشق الهجومي سواء بيرسيتاو سواء مكسوني محمد مجدي قفشه محمد شريف ايضا حسين الشحات طاهر اللي بمعنويات عاليه جدا طاهر محمد طاهر وكهرباء. تقدر تقول يا امير خلاص لعيبه النادي الاهلي طوت صفحه الكاس السوبر، التركيز على المرحله القادمه مرحله مباراه فيوتشر، عايزين نختم الدوري ان شاء الله بالتحقيق العلامه الكامله 21 نقطه. كان ليا حديث ايضا يا امير مع الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق، طمنت من خلاله على عمرو السوليه. عمرو السوليه يا امير يعني موضوع اصابه عمرو السوليه وتم حقنه بالبلازما امس، وبيتم اجراء اشعاعات بصوره مستمره يعني بالسونار الاطمئنان على عمرو السوليه، لكن تقدر تقول يعني المده الزمنيه المقدره لعمرو السوليه هتبقى ما بين 3 أسابيع لشهر. تقدر تقول ان هو بنسبه كبيره جدا يبقى عمرو السوليه خارج يعني قائمه المنتخب المصري لامم افريقيا. طبعا للاصابه يعني واحد من العناصر اللي بيخسرها المنتخب المصري قبل انطلاق كاس الامم الافريقيه. طمنت من خلاله ايضا على محمود متولي، يعني محمود متولي يعني تم موجود حاليا في احد المراكز الطبيه في قطر، لا زال بيجري يعني البرنامج التاهيلي للموضوع، طبعا بيشرف على البرنامج التاهيلي يعني الطبيب ياباني ودكتور انجليزي، والدكتور احمد ابو عبله يوميا بيتابع كل الامور الخاصه بمحمود متولي اللي ان شاء الله يرجع قريبا ونكون موجود مع فريق النادي الاهلي. يعني من المقرر ان محمود متولي يتواجد في الدوحه او في احد المراكز الطبيه لمده اسبوعين يا امير، عقب الاسبوعين ان شاء الله هيرجع الى القاهره ان شاء الله ويشوف الدكتور احمد ابو عبله طبعا الامور اللي وصل ليها، وان شاء الله يلتحق بتدريبات الفريق ويكون موجود مع الفريق. تقدر تقول برضو امير المعنويات عند اللعيبه خلاص، يعني اللعيبه مركزه ان شاء الله المباراه فيوتشر، المباراه اللي هتقام الساعه 8 على استاد الاهلي والسلام. طبعا اللي يدير المباراه طبعا الحكم محمد الحنفي طبقا لتصريحات الكابتن عصام عبد الفتاح. تقدر تقول ان كل الامور الترتيبات خلاص يعني بقى المباراه يعني في اللحظات الاخيره بتاع بكره، والكل يعني مهيئ نفسه وفاصلين تماما يا فاروق مش كده؟ بالظبط يا امير، اللعيبه فصل تام لهذا الامر عقب يعني المران مستر بيتسو موسيماني هيعلن القائمه باذن الله يا امير. باذن الله يا فاروق، انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز المتالق والمميز والمجتهد جدا جدا في الحياه فاروق صلاح، اللي بيميزه دايما ان هو بيجري ورا المعلومه وبيحاول ان هو يجيب كواليس ويتكلم مش كلام بيبقى مقرر في الحقيقه. فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا، مراسل قناه الاهلي كان معانا وقال لنا كل الكواليس في الحقيقه الراجل بخصوص الفريق واستعداداته لمباراه فيوتشر. هروح لفاصل سريع بسرعه ونرجع نكمل اخر الاخبار، يلا طيب تعالوا نشوف ايه اللي اتقال على الاهلي في السوشيال ميديا من خلال ترند الاهلي واخر الاخبار في الحسابات الرسميه المختلفه. نبتدي بسبورت 360 على تويتر واللي قالوا افضل صفقه تمت بالانتقالات الصيفيه الماضيه بالدوري المصري. هل تتفق؟ طبعا اتفق وكل الناس تتفق في الحقيقه. بيرسي تاو مع الاهلي لعب 7 مباريات 5 أهداف واسيست واسيست ببطوله، يعني اسيست ببطوله اللي هو مباراه السوبر امام الرجاء. ايه الهدوء ده؟ وفي الحقيقه يعني بيرسي توف في تعامله مع المباراه كان هادي، لعيب تقيل، يعني في كره من الكرات كده محمد شريف كان بيقول له باصي وشريف متعصب، قال له اهدى اهدى. الهدوء ده اللي يخليك تعرف تلعب من غير ضغوط وبالتالي تحقق الهدف المنشود بالنسبه لك يعني. فلا احنا جايبين صفقه بصراحه تقيله قوي قوي قوي، لعيب اضافه، والاضافه بتحسها من الاول على طول، من اول لحظه ليه مع الفرقه يعني ما شاء الله عليه. حساب جول على تويتر بيقولوا صحيفه هو سبورت المغربية بتقول ان الاهلي يرفض التفريط في بدر بنون مدافع الفريق المغربي اللي تلقى عرض من نادي خليجي كبير، لكن الاهلي متمسك باللاعب. طب خليني اقول لحضراتكم الحقيقه ان مفيش اي عرض رسمي جه للنادي الاهلي بخصوص بدر بنون، وحتى لو جه اي عرض لبدر بنون فالاهلي قافل الباب تماما، لان بدر احد العناصر الاساسيه المهمه جدا اللي الاهلي بيعتمد عليها في طريقه اللعب كمان، وهو دوره مؤثر قوي قوي، لعيب كبير وقائد داخل الملعب بجانب طبعا نجوم النادي الاهلي اللي يعني بيمتازوا بالجانب القيادي ايضا داخل الملعب. نفس الكلام كوره بلس وحسابه على تويتر، الاهلي يكشف عبر كوره بلس حقيقه عرض العين الاماراتي لضم بدر بنون، هم في متن الخبر يعني قايلين ان مفيش اي عروض وصلت لبدر بنون، وده امر حقيقي مفيش اي كلام في هذا الاتجاه خالص. ممكن وكلاء يتكلموا طبيعي بعد تالق اللاعب في كاس العرب وتالقه مع النادي الاهلي، لكن حتى
الان فيش اي حاجه رسميه. موسيماني كمان يوافق على بيع ثنائي الاهلي في فرنسا وتركيا، هم هنا قصدهم على ايه ده من خلال الوطن سبورت، وده كلام اقرب للحقيقه بصراحه يعني. قصدهم على والتر بواليا في الدوري التركي واليو باجي في الدوري الفرنسي، هم اثنين من لاعبي النادي الاهلي اللي كانوا مميزين لكن ما كانوش موافقين مع الفريق. ففي مرحله من مراحل التفاوض اللي اكيد بيقودها امير توفيق، ما نعرفش لسه المقابل المادي هيبقى كام، لكن بنسبه كبيره طبعا طبعا لان انت عندك خمس اجانب ما شاء الله جامدين جدا، فاكيد هيبقى صعب تواجدهم. الله اعلم الظروف، ممكن يحصل متغيرات مش عارفين ايه اللي ممكن نشوفه خلال الفتره اللي جايه، لكن ده الاقرب للحدوث يعني بصراحه يعني. ده فيما يتعلق بترند الاهلي واخر الاخبار. هروح بقى الفاصل سريع، بعد الفاصل فقره مهمه جدا خاصه بجمهور الاهلي وتتعلق باحتفالاتهم ورسائلهم كمان للنادي الاهلي بعد الفوز في مباراه السوبر، فعشان كده استنوا بعد الفاصل. يلا بينا. طيب في الحقيقة احنا سرعنا رتم الحلقة شوية، كلامنا كان بسرعة بشكل ملحوظ لأن احنا كنا مخصصين النهاردة فقرة خاصة بجمهور النادي الأهلي، خاصة باحتفالهم بالسوبر. لحظات الاحتفال كانت عاملة ازاي من خلال ان هم يبعتوا لنا فيديوهات للاحتفالات دي، وكمان يبعتوا لنا رسائل عن طريق الصوت والصورة، وكنا حريصين أشد الحرص على هذه الفقرة النهاردة عشان نشارك جماهير النادي الأهلي من خلال برنامج الترند لحظات تاريخية زي دي، ونشاركهم كمان رسائلهم لنادي النادي الاهلي. فخلينا نروح نشوف رسائل حضراتكم ونرجع نعلق عليها. يلا بينا. السوبر الافريقي جون جه متاخر، بس احنا كنا قاعدين متاكدين ان التعادل هيجي وهنكسب ان شاء الله بروح وعزيمه الفانيله الحمراء. بشكر مجلس الاداره واللعيبه على المجهود، 4 بطولات قاريه في سنه انجاز طبعا، وبقول لهم لسه في تاني، نور الاهلي ما بيشبعش بطولات والمزيد من الارقام القياسيه ان شاء الله. مبروك للنادي الاهلي الفوز بالسوبر الافريقي، ويا رب ان شاء الله يا رب عقبال كاس عالم انديه، عشان دي الحاجه الوحيده بقى اللي ناقصه النادي الاهلي. الف مبروك للكابتن محمود الخطيب ولعيبه النادي الاهلي على السوبر الافريقي، ونتمنى منهم كاس العالم للانديه ان شاء الله. ومن احسن لعبه في المباراه كان ميرسي تاو وحسين الشحات، نتمنى لكم التوفيق يا ابطال. مبروك للنادي الاهلي والجماهيره السوبر. وعاوز اسال سؤال لامير والبرنامج الترند، وليه احنا؟ ليه دايما احنا واحد مفيش حد غيرنا؟ الاجابه من وجهه نظري ان الجماهير والاداره عارفين قيمه النادي الاهلي وقيمه الفانيلا دي، وهو ده اللي بيخلينا دايما رقم واحد. الف مبروك يا امير، وشكرا لبرنامج الترند، ودايما احنا رقم واحد. الاهلي وبعد ولاده يجوا، وده سر واسباب تتويجوا، القيم الاخلاق والحكمه، ده يساوي نجمه وراها نجمه، الاهلي القمه اسمها وسمى بلاس 90 في جيناتنا، مبروك السوبر. الاهلي القمه اسم على مسمى، الف الف مبروك للنادي الاهلي نادي القرن على بطوله السوبر، والف الف شكر للمبدعين دايما استاذ امير هشام واستاذ محمد سعيد وبرنامج الترند. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي. صراحة من أحلى الحلقات عشان فيها جمهور الأهلي موجود معانا، ولحظات كمان رائعة شفناها، ورسائل جميلة من جماهير النادي الأهلي، وفخر دايما بيعتزوا بانتمائهم لهذا الكيان الكبير، وحاجة يعني تخلي الواحد دايما فخور بانتمائه للنادي الأهلي ومبسوط وسعيد جدا. شفنا الولد اللي بيبكي بعد الهدف، صغير لسه، صغير مش مصدق نفسه، مبسوط. لو الأهلي كان خسر كان أحس إن في حاجة غلط، في حاجة غريبة. شفنا كمان، اعتقد الكابتن محمود الخطيب كلم الولد اللي بيقولوا لي دلوقتي كلمه على التليفون وتواصل معاه، هو الولد اللي معانا على الشاشه ده،
اللي بكى بكاء فرحة، بكاء السعادة بتتويج النادي الأهلي بسيناريو صعب قوي في مباراة السوبر كنا احنا مش يومنا فيها، بس في نفس الوقت قدرت ان انت تجيب البطولة وهي دي سمات البطل، هو ده النادي الأهلي، بخلاف طبعا رسائل كل الجماهير اللي كانوا معانا، وكان في فيديوهات اكتر من كده، لكن الوقت دايما مش بيسعفنا للأسف، لكن دايما هم دول شركاء النادي الأهلي في النجاح دائما، هم دول اللي بيبقوا في ظهر النادي الأهلي لما يكون فيه أزمات، هم دول اللي بيسندوا النادي، وهم دول اللي دايما دايما بيدعموا فريق النادي الأهلي ايا كان الامور ايه والظروف ماشيه ازاي. فبنقول لهم مبروك، ونقول لكل جماهير النادي الاهلي مبروك بطوله السوبر، لسه بطولات كتير جدا جايه، عندنا ثقه كبيره جدا في تحقيق 90% او اكتر كمان، اللي ما يكونش 100% من كل البطولات اللي نقابلها على مدار الفتره الجايه او بتحديد الموسم ده ان شاء الله. كل التوفيق لنادينا الحبيب النادي الاهلي. دي كانت تفاعل حضراتكم، ودي كانت رسائلكم، ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل جديد في حلقه جديده من نفس البرنامج. استنونا، الى اللقاء.